السلام عليكم. هنا كاين واحد الفقرة في الأعداد العقدية اللي شوية التلامذة كيعتبروها شوية صعيبة، هو تحديد مجموعة النقط. تحديد مجموعة النقط، واش دائرة واش نقطة واش إذا كيفاش كنحددوا مجموعة ديال النقط؟ هنا غندير واحد التطبيق وبطريقتين مختلفتين، وحنا ديك الساعة كل واحد كيختار الطريقة اللي بغا هو. دونك غنحددو جبريا وهندسيا، يعني هندسيا باستعمال النقط في المعلم وجبريا باستعمال الشكل الجبري. دونك نبداو بالطريقة الأولى. الطريقة واحد، هاد دابا هما كاين اللي غيشوف هاد الشيء ما عرفتش هاد العجب. قلنا بغينا نحددو جبريا، جبريا شنو غادي ندير؟ ملي نسمع جبريا غنتفكر الشكل الجبري ديال عدد الزيد. شنو هو الشكل الجبري ديال العدد الجيد العدد الزيد بصفة عامة؟ دونك نضع زاد، دونك عندنا كيساوي اكس زائد بي ايكري، وهذه هي الصيغة ديال أي عدد عقدي. غنمشيو نعوضو اكس زائد ايكري بالزيد هنايا في المعطيات اللي عندنا. دونك لدينا اكس زائد اي ايكغيك، غنحيد الزد وغندير بلاصتو اكس زائد اي ايكغيك ناقص اي يساوي زد، غنحيد هاد تاهي ونعوضها باكس زائد اي ايكغيك زائد واحد زائد اي. دونك انا تخلصت من الزد، اش كيبقى لي؟ يكافي اكس زائد، غنحاول عاود تاني هادي نكتبها على شكل اكس زائد اي كريك، يعني ما يكونش عندي هاد اي هنايا. اشنو غادي ندير؟ واحد العدد حقيقي زائد واحد العدد حقيقي زائد واحد العدد حقيقي اخر في اي، باش نكتبها على شكل زد. عندي اكس هنا، باش يكون عندي واحد اي عندي اي هنا واي هنا، غنعمل به زائد اي عامل لي كريك ناقص واحد يساوي نفس الطريقة. هنا غنعزل عاود تاني الجزء الحقيقي اللي ما فيهش اي، دونك هنا اكس ما عندوش اي وواحد ما عندوش اي، يعني اكس زائد واحد زائد، وهنا عندي اي ايكغيك و اي، غنعمل عاود تاني باي، غتبقى ليا ايكغيك زائد واحد يكافي. هنا المعيار، المعيار ديال عدد الحقيقي الزد بصفة عامة. كنا قلنا المعيار ديال الزاد يساوي جذر مربع اكس أس 2 زائد ايكغيك أس 2، دونك هذا هو المعيار ديال الزاد. نفس الطريقة غنستعملو هنا، دونك غيكون عندي هادي شكون هو الجزء الحقيقي اكس، دونك جذر مربع اكس أس 2 زائد الجزء التخيلي هو ايكغيك ناقص واحد اثنان يساوي نفس الطريقة تما، يساوي جذر مربع اكس زائد واحد الكل أس اثنان، والجزء التخيلي هنا هو ايكغيك زائد واحد زائد ايكغيك زائد واحد الكل أس اثنان. كاين عاود تاني اللي كيجي حتى لهنا، اش كيدير؟ كيبان ليه أس اثنان أس اثنان، كيحيد أس اثنان وكيحيد معاه الجذر مربع. دونك الله يرضي عليك، الله يرضي عليكم. ما حتى حنا كنهضروا في البكالوريا علوم ان داك الجذر المربع اللي كنسميوه حنايا جذر مربع كيتحيد اس 2 راه عنده الشروط ديالو. امتى كنحيد؟ امتى كنقولوا بان هذه مثلا غيمشي الجذر مع ا مع الجذر مع اس 2 وغتبقى ليا ا؟ دونك هذه راه عباره خاطئه. اش كيساوي الجذر ملي كيمشي مع اس 2؟ كتبقى ليا القيمه المطلقه ل ا. علاش؟ ان ممكن يكون عندي عدد موجب، عدد سالب، يمكن يكون عندي جذر مربع ناقص 3 اس 2. الا قلنا اس 2 كيمشي مع الجذر المربع يعني غتبقى ليا ناقص 3. واش كاين شي جذر مربع كيكون عدد سالب؟ يعني عباره خاطئه، كنا كنقولوها في الثالثه اعدادي. علاش؟ لان دائما كنا كنديرو غير هذا موجب، الا كان موجب راه كيمشي اس 2 مع الجذر وكيبقى لنا ا، ولكن ملي كنوصلو للجذر المشترك للفوق ما بقيتش كنقولوا ان الجذر كيمشي مع اس 2 كيخلي لنا القيمه المطلقه. دونك هنا عندنا جذر مربع ديال واحد العدد يساوي جذر مربع ديال العدد،
دونك غنحيد هنا الجذر مربع ونحيد هنا الجذر مربع، اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس اس 2 زائد ايكغيك ناقص 1 يكون اس 2 يساوي اكس زائد 1 اس 2 زائد ايكغيك زائد 1 اس 2 بالكافي. قلنا اكس اس 2 زائد ايكغيك ناقص 1 اس 2 هذه متطابقة مع اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2 يساوي هنا متطابقة رقم 1 اكس اس 2 زائد الثاني اكس زائد 1 زائد ايكغيك اس 2 زائد 2 ايكغيك زائد 1 يكافي. دونك غنرجع كلشي لهاد الجهة، علاش؟ لأن هنا المشكل دابا ماشي كلشي كيقدر يدير هادشي، حتى كاع كتلقى النتيجة بحال كتحس براسك بحال غادي وما عارفش فين غادي. هذا هو المشكل اللي كيوقع هنا في هاد مجموعة النقاط، غادي وما عارفش يعني. علاش؟ لأن خصنا بعدا نعرفو مثلا الدائرة أشناهي المعادلة ديالها، كيفاش كتكتب مستقيم، أشناهي المعادلة ديال المستقيم كيفاش كتكتب، باش كتعرف ملي كتلقى معادلة مستقيم يعني أن مجموعة النقاط هي مستقيم، ملي كتلقى معادلة ديكارتية للدائرة كتقول بأن مجموعة النقاط هي دائرة. دونك خصنا نعرفو هادو عاد كنمشيو باش نعرف فين غادي، يعني كلشي غنرجع لهنا باش يبقى عندي هنا صفر هنايا. أنا ولي عندي بعدا إكس أوس تيتنان هنا وهنا إكس أوس تيتنان غادي تمشي، عندي إكغيك أوس تيتنان إكغيك أوس تيتنان تقريبا هادي هي اللي عندي، واحد أوس تيتنان هي واحد غيمشي مع واحد، غتبقى ليا هنايا ناقص إتنان إكغيك، غتبقى ليا ناقص إتنان إكغيك، غنجيب إتنان إكس لهنا حتى هي غتعطيني ناقص إتنان إكس. دونك درتها قبل باش يكون عندي اكس ايكغيك، غتبقى عندي هنا 2 ايكغيك حتى هي غنجيبها لهنايا ناقص 2 ايكغيك، باش نبقى عندي هنا بقى عندي واحد غنجيبو لهنا غيعطيني ناقص واحد تساوي صفر. غادي نزيد نبسط، ناقص 2 اكس ناقص ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 ايكغيك ناقص واحد يساوي صفر. ها حنا وصلنا هنا، اشنا هي مجموعة النقط؟ يعني بصناو في الاخر ديال اش هاد المعادلة، باش كتفكرنا هاد المعادلة كتفكرنا ب ax زائد b y زائد c يساوي صفر. دونك كاين اللي غيقول لي راه هنا عندنا زائد وهنا عندنا ناقص، ماشي مشكلة، سوا خلي شي هكا، حتى الا بغينا نعملو بناقص غتكون عندنا جوج x زائد 4 y زائد 1 نضربو هنا في ناقص والجهة الأخرى نضربو صفر في ناقص هي صفر، يعني ما عندنا حتى شي مشكل لأن عندنا صفر في الطرف الآخر. ديال هاد المعادلة هي معادلة مستقيم، دونك مجموعة النقاط أم هي عبارة عن مستقيم معادلته إكغي 2 إكس إكغي زائد 4 إكغي زائد 1 يساوي صفر. دونك هادي هي المعادلة ديال المستقيم، يعني الجواب ديالك الجبري غتقول لي مجموعة النقاط هي معادلة المستقيم، المعادلة هاد المعادلة هادي. دونك داكشي اش قلت لكم، يعني راه تقدر توصل هنا وما تقدرش تستنتج الجواب ديال السؤال ديالك، علاش؟ لأن أنت ما عارفش أشنا هي معادلة المستقيم، يعني عقلوا عليها، معادلة المستقيم كتكتب على شكل أكس زائد بي زائد سي يساوي صفر. الطريقة الثانية هي هندسيا، هندسيا يعني مثلا غنستعملو النقط أو بي و سي و إم في المعلم. باش نشوفو هندسيا بحال الا قلنا غنمثلو ديك المعادلة اللي عندنا، ولكن خصنا نجبدوها بعدا بطريقة هندسية، بحال الا دابا ما جبناش ديك الطريقة الاولى. يعني باش نستعمل هنا النقاط زد اللحق ديالاش، دونك ام زد هو اللحق ديال النقطة ام، بقى ليا هاد اي اللحق ديالاش، عندي الاختيار نسميه النقطة اللي بغيت. طب انا غادي ندير نضع زد ا يساوي اي، يعني انا غنسمي اي هو لاحق النقطه واحد النقطه ا، و هنا عاوتاني هنا الزاد هو ديال ام، هاد واحد زائد اي غنسميه غنعطيه لشي نقطه اخرى، يعني اللاحق ديال مثلا غنسميه زاد بي يساوي ناقص واحد ناقص دونك. الكثير منكم غادي يستغرب علاش درت ناقص واحد ناقص اي، ما درتش واحد زائد اي، انا غنقول لكم علاش. نرجعو لهنا، هنا الزاد ناقص اي يساوي زاد ناقص ناقص واحد ناقص اي،
علاش؟ لان كنعرفوا حنايا عدد العقد ياش كتساوي اللاحق ديال زد بي ناقص زد، دونك المعيار ديال زد بي ناقص زد ا. داكشي علاش ما غاديش نقول زد بي زائد زد ا، حيت هنا عندي زائد، يعني خصني ندير ناقص. طبعا عملت هنا بناقص باش تعطيني ناقص واحد ناقص إيه، باش نعطي هذا اللاحق هذا النقطه بي يكافي. دونك زد ناقص اي قلنا شنو هي؟ هي زد ناقص اي هي زد ا يساوي زد ناقص هذا قلنا اللاحق ديال النقطة بي يكافي باستعمال قلنا هذه الخاصية هذه، يعني زد ناقص زد ا، قلنا زد راه هو زد ام، زد ناقص زد ا هي المسافة ا ام يساوي زد ناقص زد بي هي المسافة ا ام بي. دونك حنا وصلنا هنا ا ام ا بي. دونك في الاول كنا قراءه جبريه، عندي معادله، اي معادله عندي ديال هذا الشكل المستقيم كنسمع داك المستقيم، وملي كنرسمو ملي كنمثل داك المستقيم عاد كيبان ليا شكون هو. هنايا هندسيا عندك النقطه ا، عندك اللاحق ديالها بحال قلتي مثلا في المعلم، عندك اللاحق النقطه ا، عندك النقطه ام، عندك اللاحق ديال النقطه ا، عندك اللاحق ديال النقطه بي. ام هي اللي خاصك، هذيك ام، ولكن مجموعه ديال النقط، تقدر تكون نقطه، تقدر تكون مستقيم، تقدر تكون دائره. هنا كنقرا كنشوف واش غيبان ليا. هنا كنشوف ام يساوي ام بي، اش كيعني ان ام يساوي ام بي؟ ها هي مثلا عندي هنا النقطه، هنا النقطه بي، فين غادي نحط النقطه ام او النقط ام، شنو هما النقط اللي غادي نحطهم في بلاصه ام وكيبعدوا ليا، حيت المسافة بين ام و ا هي المسافة بين ام و بي، وكيبعدوا لي على ا و بي بنفس المسافة. دونك اكيد الجواب الاول اللي غادي يكون هو نحطوها في منتصف القطعة ا بي، صحيح. يقدر مثلا نحطها هنا ويكون هذا مثلث متساوي ساقي نفس المسافة، يقدر يعني هاد النقاط كاملين كتحطهم هنا كيبعدوا على بي. يعني شنو هو هذا؟ هو واسط القطعة ا بي. دونك مجموعة النقاط ام هي واسط القطعة ا بي، يعني حتى الى مثلتو ديك المعادله اللي لقينا في الطريقه الاولى ومثلتوها في الشكل ومثلتو ا وبي غتلقاو هو واسط القطعه ا بي. وكنتمنى انكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.